بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد درك الورد. النهاردة هنشرح كسر السرعة. إيه هي مميزات كسر السرعة؟ ليه ممكن تكسر؟ ليه تعوز تكسر سرعة؟ ليه أنت عايز تعمل الأو سي بشكل أدق؟ هيفيدك في إيه؟ هل في مشاكل هتنتج عنه؟ هنبتدي بأهم حاجة وهي البدائيات أو الأساسيات بمعنى أدق. نبتدي مثلا التردد الخاص بالمعالج. زي ما احنا شايفين قدامنا ان تردد مثلا الخاص بالمعالج 4690 كي هو 3.9 في وضع تربو. التردد ده بيتكون من ايه؟ التردد ده بيتكون من الملتبلاير الظاهر في الصورة 39 في التردد في السرعة الأساسية بتاعتك ال 100 ميجا هرتز اللي هي سرعة البي سي ال جي 39% ب 3.9 أو 3900 ميجا هرتز. ده الطريقة اللي بيتحسب بيها سرعة المعالج عندك. طيب احنا دلوقتي هنعوز نزود سرعة المعالج. طب هنزود سرعة المعالج ليه؟ في احيان كتير ما بيحتاجش ان احنا نزود فيها سرعه المعالج. بتبتدي مثلا ان انت مثلا كارت الشاشه بتاعك مثلا وليكن جي تي اكس 760 او ار 280 اكس، بروسيسور زي الاي 5 ال 4690 كي، مش محتاج كسر سرعه عشان يديك اضافه في الاداء الخاص بالجهاز بتاعك في الالعاب. امتى ممكن احب اكثر سرعه؟ لما اكون مثلا حاطط كارت مثلا زي جي تي اكس 980 او جي تي اكس 780 على معالج زي ده، ممكن ابتدي افكر في كسر السرعه، لان هنا بيحصل حاجه بتسمى بعنق الزجاجه. عنق الزجاجه بمعنى ادق ان مثلا بيبقى سرعه البروسيسور او قوه المعالجه الخاصه بالبروسيسور اقل بكتير من كارت الشاشه، فما بيقدرش يجهز الفريم لكارت الشاشه، الصوره اللي بتطلع ما بيقدرش يحسبها بسرعة عشان كارت الشاشة. فاللي بيحصل هنا ان كارت الشاشة اداؤه بيقل. بقد ايه؟ ده بيكون حسب الموديل وحسب سرعة الكارت وحسب سرعة المعالج وحسب الانوية بتاعته وعددها. الموضوع كله بيتوقف على المكونات المستخدمة ايه. مثلا انا واحد من الناس معايا كارت اتش دي 6750، الكارت ده مقارنة بالبروسيسور الاي 5 البروسيسور اقوى منه بمراحل، انا مش محتاج اكسر سرعة، فعشان كده انا ثابت على الوضع الرئيسي بتاعي. دي كانت اول جزئية، انك ازاي تقدر تحسب سرعة المعالج. ازاي بتغير سرعة المعالج؟ التغير بيتم عن تغيير الملتبلاير او الملتبلاير. اللي بيحصل هنا ان انا برفع الملتبلاير مثلا 40، فبيبقى 40% ب 4 جيجا هرتز. المعالج هنا لو فولت، الفولت اهو 1.76 من 1000، ده الفولت اللي انت شغال بيه. اكيد الفولت اثناء الضغط بيختلف والفولت في حالة الخمول برضو بيختلف. حبينا نغير مثلا سرعة المعالج، بس قبل ما نخش في الجزئية دي هنشرح اساسا انت لازم قبل ما تبتدي تفكر تعمل اوفر كلوك لازم تبتدي تتاكد ان انت عندك بورده بتدعم الموضوع ده وعندك بروسيسور بيدعم الموضوع ده. هنبتدي نتكلم على البورد. نبتدي مثلا من الاقدم للاحدث. بورد مثلا اتش 61 ما بتدعمش كسر السرعة حتى لو البروسيسور بيدعم كسر السرعة. اتش 71 لا، اتش 81 لا. نخش في البي 75 برضه لا، بي 85 لا، اتش 87 لا، اتش 97 بتدعم كسر السرعة للمعالج فقط، اما الرماد ما بيحصلش ليها اي كسر سرعه. الفئات الاساسيه اللي بتعمل كسر السرعه من شركه انتل هي الزد 87، الزد 97، الاكس 99
هم دول الفئات اللي بتدعم كسر السرعه. اللي بيلزمك كمان معاهم ان يكون عندك بروسيسور يكون بينتهي بحرف الكي، 4690 كي، 4770 كي، 4690 كي وهكذا، او فئات الاكستريم 5820 كي، ودي كلها بتدعم كسر السرعه، وطبعا منصه مختلفه ورامات مختلفه، كل حاجه مختلفه. لازم قبل ما تكسر بسرعة تتأكد إنك يكون عندك مشتت احترافي، لأن كسر السرعة بينتج عنه حرارة زيادة. البروسيسور عشان يبقى مستقر محتاج إن أنت تزود تبريد له، بمعنى أصح إن المشتت الأساسي اللي بيجي مع البروسيسور غير صالح إنك تعمل كسر سرعة نهائي. ما تفكرش إنك تعمل كسر سرعة على المشتت الأساسي، لأن المشتت الأساسي ضعيف. وعشان كده لما بتحب تكسر سرعة لازم نتأكد إن أنت عندك تبريد كويس للمعالج، بتعرف كويس تتحكم في موضوع الفولت أو إنك ما تحرقش المعالج. طبعا كسر السرعة على معالجات AMD بنفس الطريقة، بس مصطلحات مختلفة وفولت مختلف والأسامي هتختلف معانا. ده كان أول جزئية في بداية الشرح. هنبتدي نخش على جزئتين. انا هحتاج ايه عشان اكسر سرعة؟ قدامك اختيارين، اما مثلا برنامج بتوفره مثلا الشركة الام، وده برنامج مثلا بيكون ايه، مثلا زي برنامج ايزي تيون، او بتبتدي تخش عن طريق البايوس لكسر السرعة. سواء ده سواء ده الموضوع متشابه، ولكن السوفت وير دايما اسهل، امكانيه التحكم افضل، كل ده تقدر تعمله. قبل ما هنخش ونكسر سرعه بالفعل، او هنبتدي نشرح شويه مفاهيم او شويه فولتات، لازم تبقى عندك خلفيه بيها. في حاجه اسمها فولت اساسي للمعالج المركزي اللي هو بيظهر في السي بي يو او في الكور فولتيج. بقيه الفولتات التانيه احنا مش هنتعرض ليها، لان هي للمستخدم المحترف شوية، فمش هنحتاج منها حاجة. خلينا مثلا نتكلم على أول حاجة، هنفتح برنامج ايزي تيون. البرنامج ده خاص بشركة جيجا بايت، بتوفره مع البورد بتاعتها. برنامج بيكون مخصص لكسر السرعة، وفيه كل الإمكانيات اللي تخليك تتحكم في المذر بورد بشكل كامل. حاجة مهمة، هل كسر السرعة بيأثر على الهاردوير الخاص بيك؟ بالفعل كسر السرعة لو تم بطرق غلط بيأثر على الهاردوير الخاص بيك. بداية بنتكلم في المذر بورد، بنتكلم في المعالج، بنتكلم في الرامات، بنتكلم في كل حاجة متصلة بيها. عملية كسر السرعة عملية غير مضمونة، سواء مني، سواء من غيري، سواء من الشركة الأم، سواء من أي حد أيا كان. مهما كان كسر السرعة مسألة في الأول وفي الآخر بتعتمد على حظك زائد قدراتك في انك تتحكم في سرعة المعالج او تظبط فولت او خلافه. كل ده بيتم بطريقة مختلفة، بمعنى اصح لازم تبقى عارف ان مش شرط ان المعالج زي مثلا 4690 كي اللي معايا يوصل لتردد 4.5 زي المعالج 4690 كي اللي معاك. ممكن المعالج اللي معايا يوصل على فولت 1.2 مثلا لتردد 4.5، ممكن المعالج اللي معاك يحتاج لفولت 1.3. اختلاف الفولت هيخلي التجربة مختلفة، هيخلي درجة الحرارة مختلفة، هيخلي فيه صعوبة أكتر في الكسر بسبب زيادة درجات الحرارة. تاني حاجة، كسر السرعة ما بيشملش الضمان، بمعنى أصح إنك لو حرقت المعالج بتاعك بطريقة واضحة أو حصل فيها حرق واضح للشباية، فأنت بتتكلم إن أنت كده خلاص خرجت بره الضمان. فلازم تكون حذر جدا في استخدامك لأي أدوات كسر السرعة، وخصوصا إنك ممكن تحرق المعالج بضغطة زرار. هنبتدي نتكلم دلوقتي في حاجة أهم،
اس بي دي من قائمه سي بي يوز او الرامات.